صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار الجمعة 23 حزيران يونيو 2017. أن يتحاور أو تتحاور أحزاب السلطة من دون معارضة كمن يردد خطابا ويسمع صدى، هكذا البعض يقول. أما البعض الآخر فيقول هو ليس حوار بقدر ما هو وضع النقاط على حروف كل الملفات لكي ينطلق العهد انطلاقة فعلية بعد أن تخطى قطوع قانون الانتخاب. عناوين كثيرة وضعت في وثيقة العهد 2017، هذه العناوين هل ستكون شبيهة بكل عناوين البيانات الماضية التي كانت أو يتم توارثها في السلطات المتعاقبة، أم أنه فعلا سنكون أمام عهد ينطلق فعليا بحل كل الملفات العالقة؟ هذه العناوين ستكون محور بحثنا بعد قليل في الحدث. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. صوت المعارضة الغائب بالأمس عن طاولة بعبدة هو اليوم في قناة الجديد، صوت حزب الكتائب تحديدا، عضو المكتب السياسي بالكتائب ساجد داهر. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك وللمشاهدين. احنا غبنا مثل ما انتم غبتوا امبارح عن وزارة الاتصالات، ما خلوكم تفوتوا تغطوا المؤتمر. ايه غيبنا بالقوة. بيناتنا كمان الاعلام بلبنان صاير غريب، انه كل ما واحد بده يعمل فضيحه بتقعدوا تحكوا فيها، انه كمان ما فيكم هيك. لا ممنوع، لانه الناس تخبص على رواق. كل ما واحد بده يعمل شيء بالبلد بتقوموا لقيامه انتم والمعارضه. عن جد ما مش مسموح. مبلشين هيك على منيح. لا جديا ما بمزح، انه شنو قاعدين معارضه واعلام وكذا، كل ما بده يعملوا فضيحه بتحكوا فيها. ايه بس ما لا ما ايام كمان حتى الحكي عم بيصير ممنوع. شيء قضاء عجلي بيتحرك دائما يعني. رح نحكي عن هذا الشيء. رح نحكي بكل المواضيع. شو كانت الكتائب لتقول؟ البعض بيقول انه كنتوا على طاوله حوار سابقه وما وصلت ولا لاي نتيجه. امبارح كان في اصرار من رئيس الجمهوريه على تسميه حوار بعبدة بلقاء تشاوري. نعم. حتى النقاط التي صدرت بوثيقة بعبدة ما كان فيها الأمور الاستراتيجية اللي كان يوقف عليها البلد كل الفترة من استراتيجية دفاعية وغيرها وغيرها، بالعكس كان فيها تثبيت لبعض الأمور والبنود الدستورية، كان فيها ملفات اجتماعية الناس فعلا بتقول يمكن لأول مرة بتنحط بوثيقة وبينقال بده يصير في كهرباء 24 على 24، شو بدنا نعمل بتلوث مياه الليطاني، في 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 عناوين بتهم الناس مفروض انه تتابع. كيف رأيتم بالامس الاجتماع؟ اليوم الكتائب رح تبقى تعارض حتى الانتخابات، والبعض يقول انه يمكن انتم الوحيدين اللي عندهم عناوين معركة انتخابية، بوقت انه معظم احزاب السلطة تحديدا ما بقى فيه يعني سلاح المقاومه بطل عنوان رئيسي، محكمه دوليه بطل، شو الخطاب الانتخابي اللي بده يكون، اضافه اكيد الى بعض العناوين الدوليه والاقليميه. لك اسمح لي بدايه استاذ ان ننتقل الى زميلتي كلارا جحا وموجز لاهم الاخبار. شكرا نانسي، اهلا بكم. دهمت قوة من الجيش في وقت مبكر من صباح اليوم منزل المدعو بشير الحجيري في بلدة عرسال، وقد حصل إطلاق نار كثيف، كما تم توقيف الحجيري وسوريين يسكنون عنده. وأفاد مراسلنا في البقاع أن الموقوف من الناشطين في تنظيم داعش ويعمل في مهمة تمويل التنظيم. إلى ذلك شن الطيران الحربي السوري غارات على جرود عرسال استهدفت مراكز وتجمعات للمسلحين المتمركزين فيها. لبى رئيس الحكومة سعد الحريري ليلا دعوة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى مأدبة سحور في معراب بحضور النائب ستريدا جعجع ووزير الأعلام ملحم ريشي، النائب إلي كيروز والسيد نادر الحريري. ولفت الرئيس الحريري في تصريح إلى أن هدف الزيارة هو كالعادة تشاوري وتنسيقي، ولا سيما أننا مررنا بمرحلة صعبة، مثنيا على جهود النائب جورج عدوان في التوصل إلى قانون الانتخاب. ورأى الحريري أن التباين
التباينات التي حصلت بين القوات وتيار المستقبل هي أمر طبيعي، ولكن في النهاية نحن متوافقون في الاستراتيجية. وأكد أن الانتخابات ستحصل في موعدها المحدد، وأن وزير الداخلية يعمل لإصدار البطاقة المغناطة التي تسهل على المواطنين عملية الاقتراع في أماكن تواجدهم. من جهته لفت جعجع إلى أن العلاقة بين القوات وتيار المردة طبيعية منذ أكثر من 3 سنوات، ومن المبكر الحديث عن تحالفات انتخابية. نحن دائما استراتيجية، نحن دائما متوافقين. في محلات يمكن نختلف فيها، ولكن بالآخر علاقتنا بتدل علاقة قوية وعلاقة واضحة مبنية على يعني نقاط واضحة جدا بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل. بلوائح الانتخابية رح تكونوا سوا؟ يعني بدك تسألني بالحكيم ما تسألني. إذا بيقعد عائلة شو عم يعمل لما يقعد عائلة؟ أول شيء بدي رحب بالشيخ سعد كصديق قبل ما رحب فيه كرئيس حكومة. مثل ما قلتي إنه إيه بنمرق ببعض الأمور يلي ما بنتفاهم عليها، بس لاحظي معي شغلة إنه الأمور اللي بنتفاهم عليها هي الأمور الكبيرة استراتيجية، يعني النظرة العامة للبنان، نظرتنا للاعتدال، نظرتنا للدولة، نظرتنا للسلاح داخل الدولة، نظرتنا لعلاقات لبنان العربية الدولية مثلا هيك قديش. والأمور اللي بنختلف عليها بكل صراحة هي الأمور الداخلية، بعض الأمور الداخلية الصغيرة. صار لها أكثر من سنة سنتين ثلاثة العلاقة مع تيار المردة خليني أقول بأسوأ الحالات عم بتكون طبيعية. هلا طبعا بدنا نسعى تكون مش بس طبيعية، أكثر من طبيعية. وصراحة يوم عن يوم عم بيتطور الوضع إيجابا. بتأمل يعني نقدر نكفي بهالخطوات، مع الأخذ بعين الاعتبار طبعا وخلافا لعلاقتنا مع تيار المستقبل في فروقات سياسية منا قليلة يعني بيننا وبين المردة، بس برضو هيدي لا تفسد في الود قضية. ما توصل لتحالف بالانتخابات؟ كثير بكير بعد على الكلام بهالموضوع. قد قام بزيارة مفاجئة مساء إلى بلدة القلمون في الشمال، حيث أدى صلاة التراويح في الجامع البحري وسط استقبال شعبي عفوي من أبناء المنطقة الذين تجمهروا عند مدخل المسجد للترحيب بقدومه. وأثناء جولته في بعض شوارع القلمون احتشد المواطنون مرحبين به ونثروا عليه الزهور والأرز، مرددين هتافات التأييد لنهجه وسياسته. ذكرت صحيفة الجمهورية أن النقاش بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل على هامش لقاء بعبدة التشاوري أمس دار حول نقطتين. الأولى تتعلق باستحداث مجلس شيوخ، حيث اعترض بري على ذلك مؤكدا أنه طرح مجلس الشيوخ بالتزامن مع قانون انتخاب لا طائفي وعلى أساس 6 دوائر، إلا أن القانون لم يقر بهذه الصيغة. أما النقطة الثانية فهي حول المادة 95 من الدستور، خصوصا حول عبارة المرحلة الانتقالية. فاعتبر باسيل أن المرحلة الانتقالية لم تكتمل بعد، ليصار إلى اعتماد التوظيف من دون قاعدة التمثيل الطائفي في وظائف الدولة باستثناء الفئة الأولى، في حين رأى بري أن المرحلة الانتقالية انقضت وبات من المفروض عدم الالتزام بقاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف العامة ما عدا وظائف الفئة الأولى. أسفت نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع لقرار وزير الاتصالات جمال الجراح منع مراسلي بعض وسائل الإعلام من تغطية المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس، مستغربة في بيان هذا الأمر المخالف للأعراف المرعية. وأكدت النقابة حرصها على حق جميع وسائل الإعلام القيام بواجباتها ومسؤولياتها كاملة من دون أي عوائق، واضعة ما حصل برسم وزير الإعلام. في باكستان قتل 11 شخصا على الأقل، بينهم 6 من عناصر الشرطة، في انفجار وقع قرب نقطة تفتيش في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان جنوب غربي البلاد. وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم إن الانفجار وقع قرب مكتب المفتش العام للشرطة حينما أوقف الجنود السيارة لتفتيشها، وأضاف ربما كان مكتب المفتش العام هو المستهدف أو كان المهاجمون يحاولون دخول مركز تجمع جنود الجيش القريب من المكتب. وأظهرت الصور سيارات الطوارئ تهرع إلى المنطقة التي تناثر فيها الحطام وطوقها الأمن. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، عودة إلى الحدث ونانسي السبع.
شكرا كلارا. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، واجدد ترحيب ضيفي سيرج جاغر عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب. استساج بالامس وبالصور اللي شفناها هلا، هل تاسفون انه حزب الكتائب ما شارك بهذا الحوار ببعض او اللقاء التشاوري مثل ما عم بسموه؟ لا اكيد لا. خلينا نحكي بس شوي هيك عن الحوار، نحن كيف رافقناه من اوله لنوصل لنتائجه. بالاول نحكى كثير عن حوار وطني، بلشنا بالاول حوار وطني، بعدين لقاء تشاوري، بعدين مواضيع بتخص الحكومه، بعدين لا شؤون وطنيه ما طبقت وقت الطائف، كان في عدم وضوح. لانه نحن بسيط كثير، اذا بدنا نتطرق للامور الوطنيه والامور اللي ما انعملت من اتفاق الطائف، يعني بدنا نحكي بمثلا مجلس الشيوخ او اللامركزيه او شيء من هالنوع، هذا الشيء ما بينعمل بين افرقاء حكومه، لانه افرقاء الحكومه هن شقفه من البلد، في شقفه ثانيه هي المعارضه وغيره. دونك وقت الرئيس بده يدعي لحوار وطني لازم كل الناس يكونوا فيه، هذا من ميل. اما اذا هو ما موضوع لتنشيط العمل الحكومي كويس، بس شوي غريب، لانه بالاخر هالحكومه بتجتمع كل جمعه، يعني بنعمل اجتماع بقصر بعبدا يحضروا فيه الافرقاء الموجودين بالحكومه تنحكي عن تفعيل العمل الحكومي، ما عم تجتمعوا كل جمعه فعلوا عمل الحكومه الا اذا، وانا بركي يمكن هون انا ما بتزعجني، يمكن اذا ينزعجوا الوزراء، انه صار كانه اجتماع لجنه الاهل، يعني انه التلاميذ بالصف ما عم بيعرفوا يحلوها كذا، كل واحد يجيب اهله ويجي، وانه في منهم اهلهم كانوا مشغولين اجوا. لا بس لا، وفي تبرير لهذا الموضوع. اولا يعني اليوم انتم كحزب كتائب وزراء بالحكومه يمثلون حزب الكتائب، لكن يعني في بالاخر بده بالامور، يعني مش عم بيفهم، ما هو اذا ما عم بنقش امور وطنيه، لانه يعني اذا عم نحكي عن تنقول الكهرباء والمي والتليفون والانترنت، هلا واحد بيعين وزير، هلا كان في يمكن يكون في خريطه طريق كمان اكثر فيها البنود الرئيسيه ل يعني قيام النظام الجديد باي معنى. ليش عم اقول لك اذا هيك لازم يكون في المعارضه، لان هذا امر وطني، دونك ساعتها في غلط بالشكل. اما اذا لتفعيل عمل الحكومه، انه الوزراء موجودين لتفعيل عمل الحكومه، وهن المفروض يكونوا فريق عمل. هلا على كل حال حبوا يجتمعوا على انه ما يعني بالعكس انه حيلا اجتماع بالبلد منيح. هلا شو بيطلع عنه؟ بفتكر اول شيء رح استعين بثلاث اشياء. اول شيء الاعلام، اذا بتلاحظي امبارح حضرنا اخبار ما حدا تقريبا حكي عن المضمون، كل حكي بالشكل المحطه انه فلان سلم على فلان، اقل حراره، هيداك سلم على هيداك، هذا بيس هذا، هذا بيس هيداك، لانه يمكن تقريبا كان هذا الشيء بعد اهم من شو تناقش او شو يعني. ثاني شيء بدي استعين بدكتور جعجعي اللي قال شغله هو ظاهر يمكن مضبوطه، قال انا تحفظت على البند الاول بس تنكون جديين، يعني كانه عم بقول انه الباقي كان مزح، انه يعني ويمكن معه حق، مش عم غلطه، انه ممكن معه حق بالموضوع. بالثالث اصلا مش بناخذ شو صدر، انه صدر انه بدنا نحافظ على البلد ولبنان بلد تعددي، بدنا نعمل مركزيه، بدنا نجيب الكهرباء، وبدنا نجيب المي، وبدنا نعمل اوتوسترادات، وبدنا نعمل نفط، بدنا نعمل نفط اوكي. يعني دونك اجتماع لجنه الاهل لمناقشه كتاب التربيه، يعني انه اوكي كلنا موافقين، بس مشكلتك اصلا انه هالمصايب اللي عم تحكوا فيها انتم عم تعملوها. يعني اعطيك هيك امثله بسيطه، بدنا نحافظ على المي كثير منيح، شو عملت الحكومه؟ عملت مطمر بالبحر، هذا من ضمن خطه المحافظه على المي، خصوصا بموضوع اللي تاني صراحه الاموال التي رصدت لموضوع حل او معالجه تلوث نهر الليطاني اللي كمان موروثات من مخالفات ورخص ما انعادت، رجعوا المرامل بالليطاني ورجع التلوث. في شخص حسبها ومعه حق، قال بالمصاري اللي انعطت للليطاني فعليا كان فيهم يبلطوه. مزبوط ومزبوط اذا بتحسبيهم هو فعلا هيك، بس بغض النظر يعني قبل ما نوصل على الليطاني، ما الليطاني كان في مشكله مزمنه، طب ساحل ماتل ما كان في مشكله، حفاظا على المياه انشانا مطمر بالبحر، هلا عم نكب زباله ديركت بالبحر حفاظا على المياه. بدنا نجيب الكهرباء 24 اكيد قبل الصيفيه، بس الصيفيه بلشت، بس نحن مش بالصيفيه بعد، باب التوضيح هي الصيفيه بتبلش تقريبا بشهر 4 5 6، يعني نحن مصيفين هلا، بس بغض النظر فينا نجرب نجيب كهرباء بلا ما نعمل صفقه، او هي انه بتجي اوبسيون معها. بعدكم يعني مصرين على فكره الصفقه؟ نحن مصرين، هن مصرين، دخليك مش كان المفروض يوجد بواخر ويتلزم، ما رجع تحول الموضوع لاداره مناقصات. ليه؟ كان قد ما كان شفاف قرروا يعني يبعثوه على مناقصه يزقفوا لهم ليه؟ وين البواخر؟ شو صار؟ ليه تاخرت؟ ليش ما قطعت؟ ليه افرقاء بالحكومه؟ طيب بس ما هن كمان عم بيحلوها عليكم، عم بيقولوا كنتوا بحكومات وليه ما اشتريت كهرباء؟ هلا هلا بنرجع، وليه تاخرت؟ وليه انقطعت؟ كنا بحكومات انه حنجيب كهرباء بكره على بكره وركبنا صفقه، هلا بنرجع لنحن شو عملنا، عم بحكي انا اليوم بنعمل حكومه. بنجي بيحكوا بده يعملوا بده يرجعوا يردوا سكه الحديد،
كمان كثير منيح روعه. سكه الحديد اصلا بتمرق كمان بجلديب حد ايشتي اللي هن هلا عم بيعطوه ياخذ الحقوق البحريه للمنطقه هذا كمان من ضمن مخطط سكه الحديد. اوكي شو بعد قالوا؟ الاصلاح والشفافيه. اوكي وادمنوا الشفافيه ملف المهاجرين. لحظه قبل اصلاح الشفافيه. اصلاح والشفافيه ادمنوا الشفافين منعوكم امبارح تفوتوا تحضروا مؤتمر على هذا الموضوع. يعني لابد انه كمان حتى ما نحمل الوزر وهذا اذا ما في موقف يصدر اكيد اذا الوزير الاتصالات بده يعني يعمم موقفه على الحكومه وعلى العهد الجديد في مشكل. يعني اكيد اكبر من انه المشكل اللي هو أوكي. قائم فعليا بدهم اعلام مسؤول اداره رسميه بدهم يعني. اعلام مسؤول عم بيقولوا دونك قضينا تقريبا بيمنعوا وسائل الاعلام تحكي عن مواضيع بيجيبوا قاضي الامور المستعجله بيمنع الناس بيمنع الاعلام تحكي. يعني كثير حلو البيان تبعهم وكل شيء عم بيعملوه بفرجي مظبوط انه هن بدهم يفعلوا القطاع الخاص من هيك اصلا ولا فوتوهم بالكهرباء ولا فوتوهم بالنفاق ولا فوتوهم شهادة. هذا كمان من ضمن تفعيل القطاع الخاص الا اذا قصدهم الخاص يعني تبعهم يفعلوا القطاع الخاص. تعتبر هالقد هو في اليوم يعني اليوم بالاخر حزب الكتائب هو حزب العهود هيك تسمى ليكون حزب العهد مش مزبوط ما هذا حلو الشعار بس لا فكره انه كان لطالما كان على علاقه جيده برئيس الجمهوريه مع امين لحو ما لا انتم بالاخر كمان ما عوده الرئيس امين الجميل هيك ما يعني عم نحكي عن حزب الكتائب ما بعد عوده الرئيس الجميل تحديدا وموافقته انا عم بحكي فعليا عندي حتى بعض الحزبين اوقات بيقولوا نفس الشيء انه نحن دائما حزب الرئيس لا نحن دائما حزب الرئيس وقت الرئيس يكون عم يعمل منيح للبنان اكيد وقت بنحس فيها. وهون مش عم بحكي عن الرئيس الحالي عم وصلنا عم بحكي بالمطلق ما في حدا مع العهد او ضد العهد في حدا مع العهد اذا عم بيعمل شيء منيح ضد العهد اذا عم يعمل شيء عاطل بيع عهود فيها منيح وعاطل اوقات تكوني معه اوقات تكوني ضده ما في شيء هيك اسمه بالمطلق مع بالمطلق ضد بس كمان انه تكونوا اليوم بمعارضه يعني كانكم خلص يعني انتم كمان اقصيتوا حالكم لا هذا انه مثلا اليوم اذا بدي اسالك شو الشيء الجيد اللي عمله هذا العهد منذ بدايته حتى اليوم بالعكس اول ما رح يعمل رح نقول يعني ما في بعد ما في شيء بتعتبر. لا مثلا بمحل اخذ موقف الرئيس وقتها قال مثلا انه ما رح اقبل ينعمل يعني قانون انت الا ما يصير في قانون انتخابات جديد لو اخذت وقت قلنا ايه مزبوط موقف جيد وقينا مع الرئيس وقلنا له اكيد خلينا نبقى على الشيء وكنا داعمين له لا في مش انه اوقات في اشياء منيحه مش عم نقول لا ويمكن بكره بعد يكون في اشياء منيحه ورح نكون معه. بدي اوسع الموضوع لنحكي بشغله وحكي عنها يمكن رئيس الحزب وهو عم بحكي مع طبقه سياسيين عم بحكي مع اللبنانيين بالاخر يمكن 30 سنه بلبنان 40 سنه ما بقى في شيء اسمه مفهوم المعارضه انه كل الناس بالحكم كل مره شو ما كان نحن اللي عم نعمله عم نقدر الحياه الديمقراطيه على طبيعتها ويمكن جزء بعد من السلطه بعد ما تعود على الفكره هلا بنحكي ليش وكيف بحيالله بلد بالعالم في موالاه في معارضه مش نحن عم نخترع شيء فظيع ناس بتجي بتقول لها انتم حطيتوا حالكم بالمعارضه كانه انه عيب لا بس انتم بكرتوا البعض بيقول على فكره انه تعارضوا عهد فعلا هو بانطلاقته يعني معارض. اليوم اذا بدك تسجل شو صار محقق هذا العهد اسمه معارضه عهد نحن اصلا عن تشكيل الحكومه اجوا افريقاء بالحكومه قالوا لنا مش ضروري كل الناس تكون بالحكومه روحوا خي عملوا معارضه كويس رحنا عملنا معارضه هلا صارت مصيبه انه عم نعارض وهلا برجع بعطيك يعني بيجوا هيك هون بهمني فندا لانه عم بسمع حكي كثير ولازم كل واحد يسمع الجواب مزبوط اوكي بيجوا بيطلعوا بيقولوا معارضه مش شاطره غير بالزعيق روحوا خيطوا البنطلون قدموا بدائل روحوا اقعدوا بالقهوه اول شيء ما بدها لا سم ولا تعصيب لانه اصلا نحن فريق كله سوا عندنا خمس نواب ما بدها السم كله اوكي ثاني شيء نحن ما عم نعيط ونعطيك اكزامبلات نحن عرضنا ثلاث اشياء لانه لقوا بديل اوكي عرضنا النفايات وقدمنا بديل قلنا النفايات مثل ما عم تعملوا رايحين على كرسي رح تطمروا زباله بالبحر قال لا خطه بتجنن هذه الخطه اللي بتجنن نفذوها لبل في بعض الاحزاب اللي عم لك اياها هددونا مباشره انه اذا ما بنطلع من ساحه من المطمر رح ينزلوا يواجهونا على الارض مين يعني هن بيعرفوا حالهم ليش ما بدك تقول ما بدي اقول طب ما صار في تهديد عم بتقول هن بيعرفوا حالهم هن بيعرفوا القوات اللبنانيه هن بيعرفوا ما بدي اقول اوكي جينا نحن شو قلنا قلنا لازم تعملوا خطه بديله عملنا مؤتمر صحفي مع برزنتيشن باوربوينت شيء اللي مش معودين له بلبنان قلنا المشاكل هون تبع هالشيء هي 1 2 3 الحلول هي 1 فرز بالمصدر 2 عمل على صعيد المناطق معامل فرز وتصبيغ وبرهن لهم انه بينعمل عملنا نحن بكذا منطقه فرجه انه مش انه عم نحكي عن شيء صعب ثالث شيء بيبقى العوادم بنطمرهم بالكسرات لانه اصلا ما بيضروا واصلا الكسرات بدها اعاده تاهيل قلنا شو الغلط قدمنا بدائل
ما بدكم تسمعوا، مش يعني نحن عم نزعق، يعني انتوا بركي قد ما عم تصرخوا مش عم تسمعوا، او انتوا عم تسمعوا بس انتوا خايفين جمهوركم يسمع. عرضنا الكهرباء، جينا قالنا هيدي البواخر، اجوا قدموا هن خطه، قلنا مشاكل الخطه هي 1 2 3 براينا، قلنا البديل هي حرروا انتاج الكهرباء. اي مواطن اليوم بد ما يفتح مطعم بيقدر يفتح معمل، زي انتم بتحطوا مواصفات بتحددوا قد ايه بتشتروا الكهرباء وقد ايه بيبيعوها للمواطن، حرروا الانتاج اوكي، والدوله تعمل دور اذا بدك ديستريبيوتور يعني يتوزع السعر، اعطينا نحن بديل. بس هذا البديل ما في كوميسيون لهم، سو كمان زعيقا ما بدهم يسمعوا، لانه اذا سمعوا بصيروا مجبورين يعملوا شيء منيح، واذا عملوا شيء منيح بطلوا يعملوا مصاري، واذا بطلوا يعملوا مصاري ما بيمولوا الانتخابات. هل مصرين انه هن فعلا يعني كل الهدف هو انه يعملوا مصاري تمولهم حملات انتخابيه بوقت بهالموضوع يعني شيل المعارضه؟ عندك الرئيس بري بيطلع بيقول هذه صفقه البواخر اللي تمليت الجيوب، وبعتقد منه بالمعارضه. عندك الويت لا معارضه هو كان لا ما بعرف حزب الحكومه هون ما يعني قصدي منه حزب الكتائب يعني باقله اوكي. نرجع نجي مثلا على وزراء القوات اللي عم بيقولوا في شوائب بدها خليها تروح على محلات فيها رقابه وغيره لانه حاسين انه في شيء غريب. بيرجع بيجي الوزير جملات اللي كمان منه بحزب الكتائب بيقول هذه فيها صفقه وفيها مش نحن عم نقول خي ما انتم بالاول انعوا بعضكم بعدين احكوا معنا، مش نحن مش نحن نحن مصرين. وهلا بنرجع له هذا الموضوع بالتفصيل. هذا ثاني ملف عرضني. ثالث ملف عرضني هو قانون الانتخاب. قلنا نحن كمان لما بدهم يسمعوا، يعني كل ما بقول لك ما انتم كنتوا قبلانين بالنسبيه ب 15 دايره ليش غيرتوا؟ حبيبي اوكي نحن قبلانين بالنسبيه ب 15 دايره، مع انه نحن اصلا مع الدايره الفرديه. اوكي قبلانين، مشكلتنا معه التالي قانون صوت تفضيلي بالقضاء يلي هو تفخيخ للقانون وبيرجع بيخلي يشبه الستين. مش انا عم بقول، قوات لبنانيه يعترضوا على نفس الشيء قالوا خلافهم مع الوزير جبران باسيل على صوت التفضيلي بالقضاء، ما بكون تراجعت عن القانون. الكوتا النسائيه بس اني بقولوا انه لو ما صارت النسبيه كتائب بس خليني عاد شو ملاحظاتنا. الكوتا النسائيه قلنا نحن معها، عم بتكذبوا كل نهار على الناس بتقولوا انه انتم معها، جبرناكم هون لازم يعرفوا الناس، جبرناهم يصوتوا على هالشيء بالمجلس. صوتت كتلة حزب الكتائب مع الكوتا. كل اللي عم بيخبرونا انه هن مع الكوتا، شو بدي؟ في ناس عم تقول لك انا مش مع الكوتا لانه حرين اوكي نحن مع، في ناس عم تقول هي مع، طرحناها على التصويت تيار المستقبل قصدك وغيرهم كمان صوتوا ضد. طب كيف انت مع؟ كيف بتصوت ضد؟ كيف بيكون حق علي؟ نجي على تصويت الشباب ونص تصويت المغتربين بيقولوا مع، طرحناهم على التصويت صوتوا ضد كلهم؟ لا نحن اي وحده منهم المغتربين مين صوت مع؟ هلا برجع لك على كل وحده مين صوت مع مين صوت ضد. ايه ما لا نعرف يعني مين صوت مع. هلا صوت التفضيلي على القضاء مش هن قالوا هن مع صوت تفضيلي على الدايره كلهم من عدا الوزير جبران باسيل وطيار مستقبل، طرحناه على التصويت صوتنا مع على عليه نحن ونجيب مئاتي، اسكن صوت تفضيلي على الدائره وليس على صوتنا نحن ونجيب مئاتي وطيار المرضى هوليك صوتوا ضد كلهم. نعم تفضلي تعال بس اوكي شو هي المعارضه اللي عم هول هن قصص عرضنا عليهم قدمنا حلول قدمنا بدائل شو بدكم؟ وين العيط؟ وين خياطه البنطلون؟ شو خص القعده بالقهوه؟ عن شو عم نحكي؟ وين المعارضه عم تحكي؟ شو ما كان؟ طب بس نرجع حتى لا حتى ما انسى لا رح ارجع على التمديد ما عندي غيرها وحياتي البطاقه الممغنطه ايه قلنا يا خيي هيدي اول شيء مش حتلحقوا تعملوها، ثاني شيء فيها عم بينحكى عن كوميسيونات، ثالث شيء فيها شيء غريب، قال لا بتجنن واجلوا على اساسها سنه طلع وزير الداخليه مين صوت ضدها؟ وزير الداخليه صوت ضدها ولا عم بيطلع يخبرنا انه نو واي لحقوا يعملوها وهداك صار يقول له هلا اذا ما بتلحقوا تعملوها بدنا نقصر التمديد. عم تضحكوا عمين؟ عمين عم تضحكوا؟ عمين عم تضحكوا؟ طيب بس سؤال مش المعارضه اللي عم بتخبص خي وبعدين روقوا يعني طلعت المعارضه اعترضنا على اللي قلت لك اياه يعني اخذينا الشباب على ما عم بيقدروا يستوعبوا فكره المعارضه، اعطيك بعض المؤشرات، نحن صراحه بالاول كنا ما بيقدروا يستوعبوا فكره كتائب معارضه يمكن، يعني كنا بالاول عم ناخذ نحن كل حادث لحاله، وبعدين طلعنا اول نهار بعارض شاب على الفيسبوك بيعمل فيديو بياكل قتله على الطريق. اوكي. ثاني نهار بنتين ثلاثه قدام المجلس عم بيكبوا بندوره بيدعوسوا دعوسه بسبعه اب ما صارت. اوكي. نطلع نحن عم نعارض بالمجلس بيجن رئيس مجلس وزراء بينسحب من الجلسه
تخيلي شوفي انه هذا نائب معارض عم بيحكي لسم اوكي منعارض على شيء ثلاث مؤتمرات صحفيه شيء بحقر شيء بسبسب شيء بيقول لك هو الافراط خيروه روق نجي على بدهم يعملوا طاوله حوار بنبلش حوار حوار مجبورين ندعيهم منصير لا حتى نسميها نقاش اوكي بنسميها نقاش لتفعيل الحكومه طيب فيها كل الناس من الكتل النيابيه الموجوده بالمجلس بس يلي بالحكومه يعني براتيك مال الكتله النيابيه الوحيده اللي بالمجلس منا بالحكومه هنا تريبيا اوكي شو في خي روقوا انه ما بدها سم والله العظيم ما بدها سم انه بدنا نتعود على فكره المعارضه بكره يمكن والله نحن نربح بالانتخابات انتم تقرروا تعملوا معارضه نطلع من سبكم بعد وين رفع الحصان كل ما بتحكي شيء عم تقولوا خي هيدي الوتافر الخطه فيها شبهات بدنا نرفع الحصانه عن النواب وزير تاني وعلى ابعد بده يرفع دعوه على 400 مواطن واعلاميين واحزاب وما عدنا فهمنا هالدعوه انرفعت ما انرفعت شو صار مين الاسماء المتعارفه مين الناس عليهم عليهم دعوه خي بيرفع عليك دعوه بده يضربوكي بدهم يحقروك خي ليه طيب بس سؤال حتى ما يرجع يضيع الموضوع مين صوت على الكوتا نحن عم نحكي عن جلسه اقرار قانون الانتخابات مين صوت على الكوتا نحن صراحة ما بعرف في نايب غيرنا تبع نكون دقيق بس بعرف انه من الكتل ما حدا كتل. صوت معنا ما حدا بس انتم ما بعرف اذا في نواب مستقلين صراحه ما المغتربين اللي هي فكره مقاعد للمغتربين هيدي ما قدروا يتفقوا عليها وما وقفنا منها رح اعطيك اياها هيدي قصه نضحك على المغتربين نقول لهم انتم عندكم ست نواب واحد سلوا فيهم يعني نجي نقول لكل اللي بامريكا انتم صوتوا لنايب كل اللي باوروبا صوتوا لنايب برازيل هيدا شو يعني؟ رح ينتخبوا بزنس مان عايش بالبرازيل اوكي بعدين رح يجي هالزلمه يحضر كل جمعه جلسه تشريعيه؟ لا، رح يشارك بالحياه السياسيه اللبنانيه؟ لا هن اللي هم بيحضروا ليه وهون شو عم نعمل؟ عم نفصل نهائيا مع المغتربين، عم نجي نقول لهم انتم عندكم هول الست تسلوا فيهم هوليك ال 100 والباقيين يعني 28 اول دوره هوليك نحن اتركوا لهم لنا، خي لا المغترب اللي عايش لبنان اللي عايش بدبي او بامريكا او برازيل خي من اي ضيعه هو من اي قضاء بيصوت بقضائه مثله مثل كل الناس بيشارك بال 128 نايب مثله مثل كل الناس ما نفهم شغله هو هيدي الفكره اللي الكل كمان توقف عندها انه كيف فكره ست نواب لاغتراب لبناني هالقد متشعب وهالقد يعني موزع مثل ما بيقولوا رح اقول لك ليش رفضوا كل واحده من هالشرائح ليه المغترب؟ المغترب ما فيك تقولي له هاي 200 دولار المغترب ما فيك تقولي له رح وصفك بشركه الكهرباء المغترب ما فيك تقولي له مزفت لك قدام البيت المغترب ما فيك تقولي له اذا ما بتصوت لي بتشوف شو بده يصير فيك هيدا عايش برا رايه حر ما انه عايزك بزنس مان ناجح محرر منك عم يشتغل بقى عم يحترق دينه ليساعد اهله بلبنان حتى فكره طبابه وتعليم وهدول اللي هي الامور الارتهانيه اللي بتدق للوزير فوتك على المستشفى وهذا ما بدنا اياه النساء ليه ما بدنا اياهم لان اكثريه النساء منخرطين بالمجتمع المدني قاده راي بمطرحهم ما نون خاضعين لنظام هن عم بيقولوا غير مؤهلين مؤهلات يا حبيبي يعني اكيد هيك يا حبيبي اول شيء اكثر من النساء غير مؤهلين اكثر من نص مجتمع في حدا قال بخسرونا بالليستا اذا هلا نسبيه وصوت تفضيلي النساء اذا بتفوت اليوم على الشركات انا مدير شركه طيب ليش ما اكثر من نص التيم تبعي نساء كلهم مدراء كلهم بيعملوا شغلهم على بيرفكسيون انه مؤهلين يكونوا بالمصارف مؤهلين يكونوا بالانشورنس مؤهلين يكونوا بكل الشركات مش مؤهلين يفوتوا على المجلس اصلا نص اللي بالمجلس انجا بيعرف يكتبوا اسمهم نساء مش مؤهلين نساء مؤهلين اكيد اكثر منكم واكيد النساء بيسرقوا اقل منكم واكيد حريصين على البلد لانه بده يعيشوا اولادهم فيه اكثر منكم في طرح ما بعرف قديش في انشغل عليه ويتفعل انه في دعوات للوائح نسائيه تواجه انا ضد لا بمعنى لتفوت على هذا لتخرق هذه اللوائح اللي هو وهذا النظام اللي هي خارج انه يتكتلوا النساء بلوائح نحن بالمعارضه ويجربوا انه هن بكل الاماكن يكونوا موجودين ليخرقوا نحن بالمعارضه حتكون لوائحنا مشكله رجال نساء ما في فرق بين اثنين رح نخوض معارك سوا رح نربح سوا رح نفوت على المجلس سوا رح نخانق جوا سوا طمنوا رح تابع معك كيف رح تقدروا ما بدهم الشباب تبع 18 سنه ليه؟ لانه هول اكثر ناس اليوم موجودين على السوشيال ميديا وغيره وعم بيشوفوا شو عم يعملوا السياسيين ونائمين عليهم، ما بدهم رايهم لهول، هذا بس فينا نحبسه اذا عمل شيء، فينا نجرب نمنعه يعمل شيء، لا وبيتغنوا، نحن احزابنا كلها شباب ومصلحه الطلاب وبدنا نعمل انتخابات بالجامعات، برافو، تخليهم ينتخبوا عمر معروف؟ رح تابع شيء مش معقول رح تابع معك بعد العوده مجددا الى كلارا وصحف، اليك كلارا.
شكرا لك نانسي. نبدأ الصحف اليوم من الأخبار ومقال لرضوان مرتضى بعنوان من قتل عدنان ذبيان الموقوفون يعدمون في النظرات. يقول رضوان مرتضى: هل مات الموقوف عدنان ذبيان بذبحة قلبية؟ ربما، لكن بصرف النظر عن السبب المباشر للوفاة فإن الرجل قتل عمدا، قتلته الدولة. فعندما يحشر 27 موقوف في غرفة تتسع لثلاثة موقوفين فقط فهذا يعني الحكم عليهم جميعا بالموت. ففي تلك الحجرة يتكدس 27 موقوفا بعضهم فوق بعض محرومين من النوم والهواء النقي والشمس، ويجبر المريض الموقوف فيها على استنشاق دخان سجائر باقي الموقوفين لمدة شهرين دون ما أي اعتبار لوضعه الصحي ومن دون أن يتخذ أي مسؤول قرارا بإخراجه من حجرة الأعدام. يضيف رضوان مرتضى: في مقابل أبناء الجارية المسجونين في غرفة لا تصلح لحجز الحيوانات يجلس ابن الست أمير الكبتاغون عبد المحسن بن وليد آل سعود الذي ضبط متلبسا بحيازة 2 طن من المخدرات في مطار بيروت الدولي في تشرين الأول 2015 في غرفة مكيفة مشمسة يصل إليها الطعام الساخن والثياب من المصبغة بوجود هاتف خلوي وزيارات مفتوحة وكوافير يرتب له شعره ويهتم بنضارة بشرة وجهه. صاحب السمو يعيش ملكا في المبنى نفسه الذي تقع فيه حجرة الإعدام. تفاصيل أكثر في مقال الأخبار. ننتقل إلى الديار حيث اعتبرت مصادر سياسية مقربة من رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس تيار المرد النائب سليمان فرنجي بأن ترميم العلاقة بينهما لم يعد صعبا اليوم على الرغم من الجرة السياسية انكسرت بين الرجلين في فترة معينة، لكن الظروف الحالية ستساعد في تغيير الوضع وتحوله نحو الأحسن لأننا سنرى تحالفات غريبة وغريبة عجيبة بعد فترة لا يصدقها أحد. في المقابل المزيد من الخلافات بين أفرقاء آخرين لن يصدقها أحد. ولفتت المصادر للديار إلى أن وساطة مسؤول كبير في حزب الله ساهمت أيضا في تحجيم الخلاف على خط بعبدة بن شعي والآتي سيكون أفضل. وعن إمكانية حصول تحالف بينهما في الانتخابات النيابية المرتقبة لفتت المصادر عينها في حديث إلى الديار إلى أن كل شيء وارد في السياسة اللبنانية، لكن من المبكر جدا التحدث عن هذا الأمر في حين لا شيء مستبعدا بأن يكون التيار الوطني الحر مع المردة. لكنها علقت قائلة: الهمة همة جبران وعليه أن يكون دبلوماسيا أكثر مع فرنجي، مشيرة إلى أن خلط الأوراق السياسية ممكن جدا إذ حتى في أحلك الظروف شهدنا تحالفات بين الخصوم أكثر من الحلفاء، ويساعد في ذلك اليوم غياب فريقي النزاع 8 و14 أدار. وأوضحت أن فرنجي لم يعد خائفا من تفاهم مع راب وبالتالي من التحالف العوني القواتي كما كان خائفا فور توقيع ورقة مع راب، لأن الانتخابات النيابية ستشهد المعجزات بحسب ما يتوقع أكثرية السياسيين، خصوصا أن تحالفهما ليس مؤكدا في معظم المناطق كما سرت الشائعات منذ أشهر. ننتقل إلى مقال ناصر شرارة في الجمهورية: حزب الله لن يقبل بتعديل حرف في قانون الانتخاب. مقتطفات من هذا المقال. يقول ناصر شرارة: يعتبر حزب الله بحسب أوساطه أن قانون الانتخاب الجديد له منزلة الاتفاق السياسي غير القابل لزيادة فاصلة جديدة عليه أو انتقاص حرف واحد منه. لقد أبرم هذا الاتفاق خلال اجتماع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع الوزير جبران باسيل، وترجمت روحيته خلال الإفطار الرئاسي الذي أطلق صافرة السير به، وبعد إبرامه ذهبت السكرة وجاءت الفكرة لدى كافة الأحزاب اللبنانية تقريبا. حزب الله يعتبر أن الدخول في متاهة جديدة لتعديل القانون أو حتى إعادة طرحه على طاولة التفاوض لن يكون مقبولا لديه ولدى حليفه الرئيس نبيه بري. وتجزم أوساط الحزب قائلة: هذا القانون نهائي وعلى أساسه ستجرى الانتخابات في أيار المقبل. وتؤكد أنه بعد إنتاج قانون الانتخاب بدأ الحزب بلورة خطوطه الحمر تجاه تحالفاته السياسية وهي ثلاثة: الأول قانون الانتخاب الجديد له منزلة الاتفاق السياسي وعليه لن يكون مسموحا لأي طرف الإخلال به أو العودة عن سطر واحد فيه أو حتى زيادة فاصلة عليه. الثاني حزب الله سيرسم موقفه من التحالفات الانتخابية وفق معيار عدم مسايرة اتجاهات داخل التيار الوطني الحر تريد بالتضامن مع القوات اللبنانية إقصاء قوى مسيحية أخرى. الثالث يؤكد أن الحزب ملتزم تجاه شخصيات غير شيعية حليفة لها بدعم ترشيحها في دوائر عدة. بمعنى آخر
سيسعى حزب الله جديا إلى بناء كتلة نيابية حليفة له تضم نوابا غير شيعيين وفي غير منطقة من لبنان. نختم مع الرأي الكويتية، حيث رأت دوائر مراقبة في بيروت عبر صحيفة الرأي الكويتية أن تعيين الأمير بن سلمان وليا للعهد سينعكس إيجابا أكثر فأكثر على علاقة الرئيس سعد الحريري بالرياض وعلى حركته في بيروت. تجربة الأشهر الثمانية من عمر التسوية السياسية في لبنان دلت على أن الحريري قادر وبغطاء سعودي يمثله محمد بن سلمان نفسه على صيانة تلك التسوية وحمايتها رغم شوائبها في بلد صعب كلبنان. تضيف الرأي الكويتية، من العلامات الفارقة والثابتة في هذا السياق هي العلاقة البالغة الدفء بين الثمانيني ساكن القصر الجمهوري عون والأربعيني ساكن السرايا الحكومية الحريري، وثمة كلام عن كيمياء من الود تربط الرجلين رغم التباينات السياسية التي يحرص الحريري على تهميشها حماية للشراكة في الحكم وفي استحقاقات أخرى. وثمة انطباع في بيروت التي بدأت بتدليك ماكيناتها الانتخابية لملاقاة استحقاق أيار 2018 بأن سباقا مكتوما يدور بين الحريري وحزب الله على الاستثمار في العلاقة مع التيار المسيحي الأبرز وهو التيار الوطني الحر في سياق لعبة تطويع التوازنات في الداخل وما يمكن أن تفضي إليه في رسم التموضعات الإقليمية للبنان وحدودها. فمقابل فائض الإيجابية التي تطبع علاقة الحريري بعون استنادا إلى ما يشاع عن تفاهم راسخ بين رئيس التيار الحر الوزير جبران باسيل ونادر الحريري مدير مكتب الحريري، حرص الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قبل أسابيع على طمأنة باسيل في لقاء جمعهما إلى متانة تحالفهما، وأبلغ إليه وعدا بتبنيه مشابها لوعد كان أوصل عون إلى الرئاسة. بهذا نأتي إلى ختام جولتنا على الصحف. فاصل إعلاني نتابع بعده الحدث وننسي السبع. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، ونتابع حوارنا مع سيرج داغر عضو المكتب السياسي في الكتائب. سيرج، يعني كل شيء من بعد أو قبل قانون الانتخابات ليس كما بعد قانون الانتخابات، أكيد أنتم ككتائب رح تفوتوا هلأ. اليوم كلنا بمعركة اسمها سنة الانتخابات، وكل شيء بالانتخابات هو البعض يعتبر أنه مثل ما بقولوا بشحموا المكانات، الزفت على الطرقات. أنتم كحزب معارض خارج مغريات السلطة للأسف، اللي هي سلاح الانتخابي الأول في هذا البلد. بكل فخر، أول شيء نحن كتير مبسوطين أنه ما رح نخوض انتخابات. لا للأسف أنه هي سلاح انتخابي. نحن كتير مبسوطين أنه ما نكون جزء من هالشيء. يعني مزبوط أنه طبقة سياسية بلبنان معودتنا تعمل انتخاباتها ب بشتري صوت ب 100 دولار، ب بزفت لك طريق، ب بجيب لك الكهرباء، وهيك رح يصير. بكره رح يجيبوا الكهرباء والبواخر وكل شيء شهرين قبل الانتخابات، تذكريني. فجاه رح تجي الكهرباء 24 على 24. اكيد هسه هي اذا الناس تتذكر، بس اذا الانتخابات بشهر ايار دائما لازم، يعني ما بعرف قديش يكون في حملات توعي بهالمحل انه اشهر نيسان اذار هن اكثر اشهر بضل الكهرباء جاي فيها سنويا دائما، لانه الناس ما بتقعد تستهلك كثير لا ليسيات ولا شوفاجات، فبتخف الاستهلاك. مشان هيك الناس كل مره بقولوا كثير عم تجي الكهرباء عنا بهدول الشهرين، وهلا بتبلش صيفيه ببلش تقليل. لا بعدين بيركبوا لهم 5 مليار دولار دين نتيجه هذا الشيء، بيرجعوا لا دائما. بس قبل من حظهم انه جاي بقيار الانتخابات كمان. المانجا بكره رح نركب تركيبه في اكيد ايفنتشلي فيها مصاري وخسائر، بس هول بندفعهم بعدين، بس قبل بنقول للناس جيب لكم كهرباء هي بنرجع لها. ليك نحن رح نعطي هالمرة الخيار للشعب اللبناني. كثير اوقات الناس بنسمع حوالينا شو عم تعملوا، مزبوط معكم حق، بس هل فعلا في ناس؟ هل فعلا في مجتمع مدني؟ هل الناس رح تحاسب الطبقه السياسيه كذا؟ سؤال مشروع. انا بعتقد انه ايه، بفتكر انه الغلط كان التالي. كنا عم نقول للناس هول هن السياسيين نقوا، بدنا مع العلم انه كلهم بيشبهوا بعضهم بطريقه الاداء وطريقه ولا مره الناس انعطاها خيار. نحن اليوم لاول مره رح نجي نقول التالي، في السلطه والموالات يلي مؤلفه من كل هالاشخاص يلي شفتوهم امبارح على التلفزيون يلي وين. اوكي، هول صاروا حاكمين البلد جديا من 30 سنه. اوكي، من 30 سنه عم بيقولوا رح نجيب الكهرباء ورح نعمل مي ورح نعمل نفايات ورح نعمل هذا وكله تمام وهذه الطريقه، ورح يقولوا خدمات ورح يقولوا رح نوظفكم ورح نعمل. اذا الناس مبسوطه بالحاله اللي نحن فيها، الناس مدعوه تنتخب هالناس على الاربع سنين الجايين، تاخذ مزيد من هالاداء،
اوكي، بس بدها تجرب ساعتها الناس تنقى اقل، لان هدول الناس انتم انتخبتوهم. بس انتم ما فيكم اليوم معركه ان تبنى على فكره هدول السلطه ونحن اليوم معارضه، انتم ما انكم دائما معارضه. نحن ما دائما معارضه. وما كنتم معارضه. انا ما قلت كمان تيكون في يعني ما قلت انا يعني كمان انتم شركاء بهيدا التاريخ الجديد اللي هو اذا بننقاس هذا التاريخ بالعشر سنين، انتم بعقد من الزمن شركاء اساسيين، كنتوا حلفاء ومع بعض وبالحكومات وبكل شيء 100%. نحن شاركنا بكثير من الفترات بالحكم بلبنان، واصلا مش عيب، ونحن اصلا طموحنا نرجع نشارك. يعني انا مش عم بقول انه نحن رح نعمل ما بعرف شو تشي ليفارا ونضل كل حياتنا هدفنا نكون معارضه، احنا ما هدفنا نكون معارضه، بس نحن حتى وقت كنا بالسلطه بالحكومه اذا بدك او اليوم او شو ما كان، عندنا طريقه اداء هيك. يعني نحن كنا باخر حكومه، مش بس كنا، كان عندنا ثلاث وزراء معي، لما اجت صفقه النفايات ما شاركنا فيها، وقفنا ضده. بس كنت جزء منه. كيف كان ببدايتها استقلتوا من الحكومه بعدين، بس بالاول كنت اكيد انا مش انه هدفي كل ما في شيء هذا ما بيعجبني، لا انا بيكون في شيء موجود بناقش، بعطي فرصه بقول لازم نعمل هيك، بساهم بالخطه، بعمل بالعكس. انا مش عم بقول عكس، انا شغلتي ساهم مش استقيل. وقت حسيت انه الجماعه ما بدهم يعملوا شيء وما بدهم يسمعوا، بدهم يركبوا تركيبه وبدهم، وما بقى عم بقدر واجههم من الداخل. انا حتى ما كنت طموحي اقدر بالحكومه. انا لو قدرت واجه بالحكومه كنت كفيت، مش انه انا والله وعيت على بكره على بالنا نستقيل، لا نحن ما عبالنا نستقيل، ما حدا عبالنا نستقيل. لما شفنا انه خلص رح نصير شهود زور على اكبر فضيحه رح تنعمل، لا ساعتها قلنا يا اخي اوكي اذا هيك بنفضل نكون برا مش جوا، وانا عندي طموح ارجع مرتجي جوا. وحتى بالحكومات السابقه حزب الكتائب كان عم يتمثل بوزير على 30. مظبوط. اوكي انت بتجربي بتضوي بتعملي بتناقشي بتعملي، منك قد غيري. انا مشكلتي مع السلطه اليوم بتعرفي شو؟ لانه بتجي فيك تجي تقولي لي مثلا اليوم هل وزراء القوات فاسدين؟ بقول لك لا. اوكي انا مشكلتي مع بركي جزء من طبقه سياسيه شو؟ انه اليوم في تحالف، لانه انا وقت انا بكون عندي وزير بتقولي لي ما قدرت تعمل شيء، معك حق ما فيني اعمل شيء بوزير. بس اليوم بتحالف القوات والتيار يعني عندهم سوا 9 و3 12، وميشيل فرعون معهم 13، وهن اصلا حلفاء مع رئيس الحريري، يعني دونك لحالهم قبل الهجوم صار عندهم اكثريه، دونك قادرين يفرضوا اللي بدهم اياه. ما فيك تجي تقول لي وانتبه حزب الله حليفهم كمان، يعني صار لنا بال 20 يمكن، ما فيك تجي تقول لي عندي 20 ما فيني اعمل شيء. لا اذا عندك 20 صرت مسؤول، عندك واحد ما فيك تعمل شيء، عندك 20 باردون يعني باردون. بس كمان علي شوي. بس كمان عم ببين دائما في تباينات، يعني مره بيتظهر تباين انه قوات وتيار مختلفين على الكهرباء، مره بيطلع انه تيار المستقبل والقوات في مشكل، كل مره دون في مشكل بالسلطه. انا عم لك ايه؟ اداء الشباب، اداء الشباب كارثه، يعني قصدي اذا حتى وقت يكون عندهم اكثريه بفوتوك بالحيط، يعني اذا اقليه مشكله واذا اكثريه مشكله. طب شو بدي اعمل انا؟ طيب بعدين انه ليه المعارضه عم بتعارض؟ طب انا شو بدك اعمل؟ بدي اشوفهم عم يكبوا زباله بالبحر، قول ما لازم اعارضهم لانه بكره رح يقولوا عنا شعبويين. اوكي كبوا زباله بالبحر برافو، بس تنزل زباله بالبحر فهمت شو بصير؟ يقول لك ما انتم اصلا ما عارضتوا شيء، انتم شاطرين تعارضوا. يا اخي عرضت خطه انت عملت ما عملتها اصلا، انا بتعرفي هلا شو بطالبهم صرت؟ يطبقوا الخطه الكارثيه تبعهم. هن شو قالوا؟ قالوا رح نطلع زباله بالبحر بس رح نعمل سنسول. طيب وحياة عينك فيك تعمل هالسنسول يلي اصلا ما بيسوى؟ قصدهم سنسول بزباله. ايه ما اكزاكتلي، يعني بدلهم الا ما الزباله توصل لمحل وتسكر. انا بيني وبينك هلا صرت مشخشب، عم بيقولوا بدهم يعملوا اوتوستراد من جوني لتبرجع، عم بيقولوا انه يمكن بدهم يعملوا زباله. ما بعرف اخي، ما بقى بدنا خطتنا ولا بدنا نعمل فرز بالمصدر، ما بدنا بقى نعمل فرز بالمصدر ما بيسوى، ولا بدنا نعمل تسبيخ ولا ما بدنا نعمل شيء. فيكم تعملوا الخطه الزباله تبعكم؟ اخي مش كان بدك تعملوا سنسول؟ عملوا معروف اذا بتحبوا الله، فيكم تعملوا السنسول تبعكم ما بيسوى بس تعملوه؟ للحد من طب شو بنعمل؟ يعني انتم شعبويه، شو بدك تعمل يا شعبويه؟ طب نحن عايشين بالمتن، انا ما بقى فيني اقدر من البيت خيي ريحه زباله وين ما كان. مش بس زباله، اذا بتنزلي بنتك بمي اليوم لحد يمكن بتذوب وبتنزل من الاسيد بتنزل بمي. إذا عارضنا شعب، طب شو بتحبوا نعمل؟ طيب وين أهل المتن؟ وين تجار المتن؟ يعني ما كمان في شيء إنه للمحلات بتنقعد، بصراحة المطاعم عم بيكون في شكوى كبيرة من فكرة إنه الحشرات وغيره، يعني طيب اليوم وين الناس؟ ما بعرف، لو تقلنا نحن بالحديث، مشان هيك عم تنسألوا، اتهمنا بالشعبوية. لا أنتم عم تنسألوا اليوم إنه أنتم عم تعملوا معارضة
بدكم تراهنوا على ناس، متهمين بيكون شعبوي بدكم تراهنوا على ناس لانكم بواجه احزاب سلطه. نعم. بالاخر وفي انتخابات. هون بقى السؤال، وين الناس؟ الناس ليش قلت برجع نحن رح نقدم للناس خيار شبابي نظيف اصلاحي رجالي نسائي مسيحي مسلم اوكي عابر للطوائف اوكي بيشبه الناس وتطلعات الناس. هيدا اللي بدنا نفوت عليه، انتخابات. أيوة. الناس هون بقى مدعوة تعمل هيدا الخيار، يا بدها تنقي افرقاء هيدي السلطة السياسية، يا بدها تنقي تجمع قوى المعارضة والتغيير بالبلد اللي رح تخوض معركة ضد هيدي الطبقة السياسية. طيب مين حلفائكم بهالمعركة؟ اليوم في مشهد معروف بالبلد وعارفين كلنا نحن اليوم مين في معارضة مين في موالاة، مين في معارضة داخل السلطة بأي معنى اللي هن معارضة النظام بسموهم من قلب النظام بالآخر. اليوم أنتو خارج النظام، خارج التركيبة تحديدا القائمة بالسلطة السياسية، السلطة التنفيذية يعني، بس أنتو حلفاء بتقولوا بالخط الاستراتيجي مع 14 أدار. ما بقى في تحالف 14 أدار لا اللي هن. طب مش أنتو باستراتيجيا بتلتقوا مع قوات ومستقبل ولا كمان مش خلص؟ مش بالضرورة، حسب. بطلتوا استراتيجيا تلتقوا؟ صرتوا مع سلاح حزب الله؟ صرنا مع سلاح أكيد نحن. لا أنا خايف مهني يكون صار لأنه صرتوا ضد المحكمة الدولية. لا ما اكزاكتلي انا ما هو نحن حالك نحن شو لا شو استراتيجيا، لانه بنسمع هون بيقولوا نحن استراتيجيا متفقين بس البلد استراتيجيا انا هذا انضرب يعني. يعني بنجي بنقول نحن استراتيجيا متفقين ونحن بخط 1 و14 أدار، بعدين شو بنعمل؟ بنرشح مرشحين من 8 أدار، العماد عوني اللي اصبح فخامة الرئيس مع كل احترامنا له وسليمان بيك فرنجية، هذا باسم مبادئ 14 أدار. ما هيك هلا بالسحور امبارح كنا علينا شوي كنت بسحور بسحور مع راب بالامس لافت لما سئلوا عن التحالف الانتخابي بجاوب دكتور جعجع انه اذا قعد عائل عن رئيس الحكومه وان كان ممازحا يعني كمان، بس هي فكره انه اقعد عائل نتحالف معكم، اقعدوا عائلين من دلنا اصدقاء وحلفاء و و وانتخابات اصلا يمكن ما حدا بيقعد معنا. طيب انتوا مع مين بدكم تقعدوا عاقلين؟ ما هي اللي عم بقول لك في انتخابات، انتوا اخذتوا خياركم انه اليوم خارج. اول شيء بعتقد الرئيس الحريري عم بيقعد عاقل، الرئيس الحريري اذا بنشوف اخر سنتين يعني قالوا له يعني ترشح دكتور جعجع بنصوت لدكتور جعجع، سليمان فنجيه بنصوت لسليمان فنجيه، العماد عون بنصوت للعماد عون، نسبيه نسبيه 60 60 اكثري اكثري نسبي. شو قصدك تقول؟ لا انه شو بده انه مش عم يسترجي عارض يعني؟ لا مش عم يسترجي، قصدي هو اخذ قرار من الواضح بعدم الاشتباك السياسي مع حدا ولا مع ليه؟ ما بعرف عنده اعتباراته، ما كيف بدي اعرف انا استراتيجيه. ليش ساقت هالقد عليه؟ اكيد انتوا يعني رفعت الايدي لافتة كانت انه رفع ايد سامي الجميل ب 14 شباط على اساس ما بعد ما صرنا سنه. شو صار؟ علمي علمي انه ما انه بتحكي عن انه مثلا بتعارضي قانون الانتخاب مش بعرفني بيزعلوا، بتعارضي خطه النفايات بيزعلوا، بتعارضي خطه الكهرباء بيزعلوا، بتعارضي ما انه يمكن اصلا تصنيف قاعدين عقلين. نحن ما طيب عم يعتبر انكم عم تعرضوا حكومه سعد الحريري؟ مش عنا عم يعتبرونا، نحن عم نعرض حكومه سعد الحريري بالاشجار. هو بيعتبر كمان انه انتم عم توقفوا بوش حكومته اللي هي بدها فعلا تعمل انطلاقه جديده. يعمل يا اخي والبعض عم بيقول انه هو الرئيس الحريري اليوم معتبر انه انا هيدي فرصتي لاثبت للناس انه انا اليوم اذا بدي احكم بغض النظر عن هدول الحكومه بتعمل خطه بتجنن للنفايات وبتشيل زباله من البحر رح نعرضها؟ شو بدي اعمل انا؟ بدكم تغلطوا بتزقف لكم؟ خي اعملوا منيح بزقفكم كل النهار. شو بدي اعمل؟ يعني بدي اتفرج زبالة عم تنزل بالبحر اقول لا بس ما بدي اقول شيء لان بيزعلوا منا حلفائنا، بدي اشوف صفقه بالكهرباء ما كان في هيك شيء قبل؟ بلا كنا عم نعرضها. ما نحن ما لا كنتوا عم تقولوا ما بلش المشكل كنا بالحكومه عشان اصلا استقلنا من الحكومه. بس في قصص اسوء صارت كمان عرضناها بوقت كل وحده بوقتها عرضناها. محلات كنتوا تسكتوا لانكم ولا محل سكتنا. ما تقولي لك بالتعميم بس تلاقي لي شيء سكتنا عنه خبريني. كيف بيتوا بالحكومه؟ مش اذا بقينا بالحكومه بنكون ساكتين؟ كل جلسه بنعارض ما فهمت. اي بس انه بالاخر كنتوا القرارات تتخذ بالاكثر هي ديمقراطيه. لا كنا مثلا ديزون نعترض الموضوع يصير تصويت اخسر بالتصويت خسرت بالتصويت. شو معنى شو بدي اعمل؟ هلا لحديت ما نحن بركي نعمل غيرنا نروح ولا نجيب جعبه ونركب ميليشيا ونزل نسكر نعمل حرب، نحن ما عندنا القدره نعمل هالشيء ولا الرغبه. نحن كحزب ديمقراطي بنفوت بالحكومه بنعارض بنخسر بالتصويت او بنربح بالتصويت. مين حلفائكم؟
كل الناس اللي هن مين؟ انا بدي اعطيك هلا بالمتن، ما بدنا نحكي بكل لا الناس واصحاب انا ما بدي افوت اصلا بقصه التسميات. يعني اليوم الرئيس ميشيل مورت له على الناس عم بتقول رئيس ميشيل مورت اعتبروه هلا كان خارج الحوار كمان. هذا اصلا موضوع منطرح بالمكتب السياسي، تهين لك اصلا ما عندي صلاحيات جاوبك غير اللي رح جاوبك اياها هلا، لانه اليوم الحزب بيلاقي التالي وعايده منا مسكرين على حدا، منا مسلمين مع حدا. كل شخص بده يكون عنده باي ذا واي شخص او حزب او جمعيه او مستقل او ما بعرف مين ما كان يكون بده يكون عم بيمارس بطريقه سياسيه مختلفه عن النهج عم نشوفه، يعني شفافيه، يعني اصلاح، يعني معالجه مشاكل الناس جديا، يعني خطاب سياسي سيادي، يعني محافظه على الثوابت الوطنيه، فيكون حليفنا. كل شخص منه بهذا الاطار هو خصمنا. من هيك عم بقول لك ما بعرف انا اليوم مين رح يكون حاملها عم يحكي هذا الخطاب. بس انتم مش عم تشتغلوا، ما عم تنسقوا مع العالم، ما عندكم ماكينه انتخابيه عم تشتغل مفروض. نحن اول شيء ماكينتنا الانتخابيه بتشتغل على جمهورنا، دو بتشتغل على الراي العام. تروى التحالفات الانتخابيه بتصير قبل الانتخابات بناء على اللي عم بقول لك، يمكن رح يكون معنا ناس، يمكن يكون معنا جمعيات، يمكن يكون معنا مستقلين. وانا هون عم بوجه تحيه لكل يمكن يكون معكم احزاب السلطه، يعني ممكن بكره تقلوا بالدنيا وترجعوا تتحالفوا انتوا والقوات، انتوا والمستقبل، انتوا والتيار. اذا بدهم يمارسوا هيك لا، اذا واحد منهم قال والله هالممارسه مش مقبوله، ما بقى يعني ما بقى هذا الشيء ينطاق، بدي انا عارض هذا النهج، اهلا وسهلا. ما بدنا مسكرين على حدا، نحن مش انه عنزه ولو طارق. قصه نهج وممارسه، بتمارسوا منيح اهلا وسهلا، بتمارسوا منيح كمان اهلا وسهلا، بس ما بنكون حلفاء، ماني جاي اعطي لصون للناس. كل واحد يقرر اللي بده يعمله. طيب الحزب حسب من مرشحينه او وين بده يترشح؟ تنهين وين بده يترشح؟ رح يكون في لقوى المعارضه مرشحين. من ان المعارضه ما فيك هلا اليوم بدك تقول كتائب، لانه المعارضه عم تقول بعد مره صرنا صرت التحالف. بعد ما اعلنت كلها رح يكون في للمعارضه مش للكتائب، للمعارضه الوطنيه. يعني انتم حتفاجئوا نلاقيكم مثلا مع اليسار، تحديدا مع الوزير شرب النحاس، مواطنون ومواطنات في دوله، لانه كمان هي عم بتكون عابره للمناطق. ما في شيء بيمنع مع بيروت مدينتي اذا بترشحوا على الارجح. والله يا ريت ناس مثل بيروت مدينتي بيكونوا اذا بدك بالمقدمه تبع المعارضه اللي عم بتخوض معارضه وطنيه. البعض قال هو اللي شو فهمهم سياسي، والله بيفهموا سياسي وبيفهموا اقتصاد وبيفهموا تنميه وبيفهموا حاجات الناس، بيفهموا اكثر من ثلاث ارباعكم. يعني بلشنا يعني بيروت مدينتي بكل فخر يبدو بانكم يلا انه صرتوا رسمين انه في صوره تحالف. يعني معي منفتحين على كل الناس، نحن هالنوعيه الناس بننبسط فيها مثل كثير من الناس الثانيين. رح يكون في لوائح للمعارضه بكل لبنان، بكل المناطق، بكل الطوائف. اي لبناني عم بيسمعني اليوم بهمه الشأن العام، امراه، رجل، شاب، صبيه، كبير بالعمر، صغير بالعمر، بزنس مان، مواطن عادي، شاغل، شو مين ما كان، كل حدا مش عاجبه يلي عم بيصير بالبلد اليوم، نحن ايدنا مفتوحه لنبني تحالف على مستوى الوطن نواجه هيدا الاداء. نحن ما عم نواجه ناس، عم نواجه اداء. ما بيكفي نقعد نقول حالتنا حالي، ما بيكفي نعرض على الفيسبوك، ما بيكفي نقول نحن قرفانين، لان هذا رح يخلي انه هن يبقوا ونحن كلنا نفل. نحن اللي بدنا اياه نحن نبقى هن يفلوا. تيفلوا بدكم تنخرطوا، بدكم تشتغلوا، بدنا نخوض انتخابات سوا، بدنا نعمل معارك، بمحلات رح نربح، بمحلات رح نخسر، بس وقتها نربح رح نشتغل نحسن البلد، وقتها نخسر رح نخسر بشرف ورح نكفي المعركه. طيب بس اليوم اللي انتم حاسمينه انه اقله حتى الساعه لا يبدو في اي تحالف مع احزاب السلطه، عم نحكي اليوم حتى ساعه، اصلا حتى ساعه احزاب السلطه قبل ما نحن بس مثلا نائب وليد جنبلاط، نائب وليد جنبلاط احزاب السلطه اليوم معارضه الداخل مثل ما عم اليوم 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 معارضه الداخل والخارج. يعني احزاب السلطه اليوم الغائنا كليا من المعادله، هذا بلان اه، اصلا مش مستحيين عم بيقولوها بصراحه. طيب اليوم حركه امل، معارضه الداخل، المرضى، الاشتراكي، مين بعد فيه؟ ما في شيء اسمه معارضه الداخل، في سلطه وفي كيف معارضه، كيف هن بقلبها حكومه بس هن معارضين اللي هو نص الحكومه عاده يوم بركي هوليك معارضين بركي هلا عم تقول نائب وليد جنبلاط كمان محلات بتتفقوا معه كنتوا بشو؟ مثلا بقصه الصف مثلا ايه اوكي فيها ايه ماليش عم لك قصدي ما عم لك مالنا نحن ضد حدا بالمطلق ولا مع حدا بالمطلق بالملف متفق على هالملف متفق عنه. اليوم في بلبنان سلطه، هيدي قصه انه انا نص السلطه بدي العب دور المعارض ما بتزبط. بدكم تكونوا بالحكومه وتتحملوا مسؤوليه جماعيه كلكم سوا،
نحن اليوم بمواجهه سلطه مجتمعه، نحن ما بنرد على واحد منا، ما بنتساجد مع واحد منا، نحن اليوم معارضه بمواجهه سلطه حاكمه مجتمعه ببساطه. وما حدا يقول ما عم فينا لان عندكم اكثريه وزاريه. اللي بيرجعوا بيسالوا كنتوا بالحكومه شو عملتوا؟ بنجاوب كان عندنا وزير، عندكم اكثريه حكوميه. الوزير ما بيقدر يغير، الاكثريه الحكوميه بتقدر تفرض رايها. ايه بس كمان رئيس الحريري قال لكم اياها. شو عنا؟ ببعضها. منه؟ انه انتم كنتوا بالحكومات لا عملتوا قانون انتخاب ولا قدرتوا توصلوا لحال. اول شيء لا معلومة. ولا قدرتوا تحطوا نقاط ورحتوا من تمديد لتمديد. نحن كنا بالحكومات قدمنا مشروع الدائرة الفردية، حزب الكتائب عادة يكون عنده مثلا وزير صناعة أو سياحة أو غيره، ما بيهو مش هو بيعمل مشروع قانون انتخاب بس تنتفي، هو وزير الداخلية. هلا كمان للمعلومات يمكن شغلة مش واضحة ذهنيا أني عملوه عن وزير الخارجية عم يعملها وزير الداخلية ما كان له عليه، هذا غير موضوع. بس نرجع على بالأساس، يمكن مش وزير واحد قلنا شو عملتوا؟ شو عملنا؟ نحن قدمنا مشروع الدائرة الفردية وبعتناه على مجلس النواب وناقشناه ولحقناه، هذا اللي نحن فينا نعمله، هذا اللي عملنا، لعبنا دورنا. انتوا كنتوا ولا شو عملتوا بخطة النفايات؟ نحن قدمنا مشروع لخطة النفايات. شو عملتوا بالكهرباء؟ قدمنا مشروع للكهرباء، هذا اللي عملناه. هل هذا بنقدر نفرضه وقت يكون عندنا وزير؟ لا. يلي كان رئيس حكومة بهالفترة كان المفروض ياخذ هالمشاريع اللي نحن قدمناها ويرجع هو يتبعها ويقدمها كونه عنده أكثرية. اوكي، وهيك بيكون المسؤول مسؤول. يعني عم تقول هو ما كان مسؤول لما كان رئيس حكومة؟ مش هلا، مش حاجة حكومة الرئيس نحكي بالمطلق. شغلة رئيس الحكومة لما أي وزير بيقدم مشروع يتبناه يعرضه على الحكومة ويتابعوه، ما فيك تجي تقول لوزير واحد شو أنجزت؟ شو أنا كنت رئيس حكومة؟ رح تبقى معك بعد فاصل إعلاني أخير. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، ونتابع الجزء الاخير من حوارنا مع عضو المكتب السياسي في الكتائب سارج داغر. استاذ سارج، عم بتقول انه نحن معركتنا رح تكون على كل لبنان بوجوه مفروض جديده، تحالف بيشبه كل الموزايك، يعني بيكون عندكم مرشحين من كل الطوائف والمذاهب. صحيح. وبكل المناطق. صحيح. ومش شرط يكونوا كتائبيين ابدا، يعني رح تنزلوا انتم تحالف معارضه. طبعا. وهيدا محسوم، مش إذا تغير ما تغير اليوم بالسلطه، ناس رجعوا فتحت الخطوط بينكم وبين، عم بقول لك يعني بشباط كانوا ماسكين قدام بعض، نائب سمير جميل والرئيس الحريري. اذا بكره افريقاء باليوم بالسلطه قررت تروح على جديا على المعارضه، بس مش يعني انه نحن صرنا مع المعارضه، لا، فرجت اداء اخر، فرجت شفافيه، فرجت دراسه ملفات مثل اللي نحن عم نعملها، قالت بدي احط ايدي بايد الناس بدها تعمل تغيير. نحن مانا مسكرين على حدا، برجع بقول لك نحن مانا هون تندين الناس، نحن عم نجي نقول نحن كيف بنحب، نحن كيف نتعاطى، نحن مع مين بنحب نلتقى، نحن ما جايين نقيم حدا، كل واحد بيشوف حاله وين مصلحته بيعمله، يعني وبيشوف بالاخر. رح تنزل بلايحه ولا بلوايح؟ يعني اليوم في البعض عم بيقول رح يعتمد سيستم اكثر من لائحه، لانه بالصوت التفضيلي بيصير في نحن يعني رح نكون بكل منطقه من ضمن لائحه حظوظ التشكيل، رح نكون لوائح عم اذا بدك عم نتنافس معها. نحن رح نكون بكل يعني مثلا العميد شامل روكوز حينزل بلايحه، علما انه في تحالف تيار وقوات، وكانه هو يعني البعض عم بيقول هو التميز المتفق عليه، لانه اللائحه كلها تيار وطني حر. هلا هيدا بحسب الشيء اللي نحن تم علينا، يعني عم ناطر بفارغ الصبر لشوف كيف بدهم يركبوا التحالفات الافريقاء السلطه ويجاوبوا على اسئله مثل مثلا بزحله هل رئيس الحريري رح يكون متحالف مثلا مع التيار الوطني الحر او مع القوات او مع الست مريم سكيف، حزب الله كيف رح يعطي اصواته للتيار الوطني الحر بلا ما يعطي اصواته للقوات، هل القوات والتيار هن على فرد ليستا، هل هن على فرد ليستا بكل المناطق او مطارح ايه ومطارح لا، واحلى شيء رح يكون كيف نقدم خطاب سياسي، يعني مثلا تنقول نحن هون مع بعضنا هونيك ضد بعضنا، هون شو بنعمل؟ نقول هون بنقول نحن اثنيننا كثير منيح. هو البعض عم بيقول اجمل ما في هذه الانتخابات رح يكون الخطابات، يعني الكل عم بيقول لانه لبنان بنيت الانتخابات على اساس خطابات تجيش مشاعر وعواطف ودم، ويعني في هذا الشيء اللي بيتم اللعب عليه. نحن اليوم شو الخطاب اللي رح يكون بالمشهد السياسي؟ نحن رح يكون عندنا مشروع سياسي واضح رح نخوض الانتخابات على اساسه، في شيء منه سياده، في شيء منه اصلاحي، في شيء منه له علاقه بكل شيء له علاقه بقضايا الناس، يعني خدمات كهرباء، رح يكون في مشروع واضح خلي الناس تقرر تنتخبنا او ما تنتخبنا
على اساس هذا المشروع. طيب في رح يكون قرب من الناس، يعني البعض كمان بيقول انه صاير حزب الكتائب مثل حزب البوديوم، بيطلع انه كانه في هايد بارك، بصير يعني ينتقد ويعترض ويحكي وينتقد، اوكي بتقلي شو بدنا نعمل؟ لا طيب بس انتم اليوم بتنزلوا على الارض بين هالعالم، يعني اللي بده يخوض معارك بكل لبنان لازم يكون موجود بكل لبنان. نحن ما بننزل بين العالم، لانه عندكم لا مركزيه حزبيه كمان مناطقيه معينه. نحن ما بننزل بين العالم، نحن عالم، هذا الفرق بيننا والطبقه السياسيه، الطبقه السياسيه بتفكر امتين على بالها تنزل بين العالم، نحن ما طبقه سياسيه، نحن عالم، يعني انا اليوم جاي لعندك جاي من شغلي، هلا رح اخلص عندك راي على شغلي، نحن لنا متفرغين، لنا متمولين، لنا هيك سياسيين بس هدفنا كل مره نعمل وزراء ونواب، منا هيك منا هيك، نحن ناس عاديين نوع اشغالنا نجي من اشغالنا عندنا نفس المشاكل. هيك حيكونوا روايحكم، ناس عاديين بيشبهوا الناس. ناس عاديين اكيد بيشبهوا الناس. بيشبهوا ال رح يكونوا مع الناس ورح يكونوا من الناس. واصلا نحن اليوم هيك. طيب ما في اموال، الانتخابات بدها مصاري. ايه من وين الكتائب بدها مصاري؟ مش مزبوط، الانتخابات بدها مصاري. الانتخابات بدها مصاري. الحملات الانتخابيه منا عملوا بعد شوي الانفاق صار مليون دولار بال لا لا اول شيء اكيد هن عم يجربوا هن عم يجربوا بالارقام اللي عرضوها بهذا القانون هن يعني عم يجربوا يعملوا انتخابات للاغنياء عم بيجوا يقولوا كل واحد هو لانه كل واحد معه 150 مليون 100000 ثانيه بيطلع على اللائحه دونك قلنا بونجور بالاوفيسيال بال 200000 اوكي هذا غير اصلا بعدين اللي رح يجي من تحت الطاوله من فوق الطاوله بس انا مؤمن كثير بالشعب اللبناني انا برجع بقول لك ليش قبل بقول ليش قبل الناس ما انتفضوا كل ما بقول لحدا نحن مؤمنين بالناس بيقولوا طب ليش قبل ما عملوا قبل ما عملوا لما كان في بديل بين واحد بيدفع وواحد بيدفع نقوا هذا اللي بيدفع مش هداك اللي بيدفع اليوم بنعطيهم خيار امكانيه الخرق قصدك النسبيه يعني وان كانت عم تعتبر مشوهه انه النسبيه بتامن كان في ليستا كان عليها كل مليارات البلد ما هيك مزبوط كان في بوجهن اللواء ريفي اللي بعتقد منه من صنف المليون مين ربح مين ربح كيف دخلك المليارات ما قدروا يشتروا اهالي طرابلس اللي هن اصلا بحاجه واللي اصلا ما عندهم خدمات واللي اصلا الدوله ما عم تعمل لانه المليارات قبل ما نفعتهم بالنسبه للعالم يعني لانه الناس وقت شافت حدا صادق معهم وبديل جدي ورح يقدر يوقف بوجهن قالت يا اخي ما بدي ال 100 دولار اليوم تبع هيدا لانه رح يخربني فيها بعدين اوكي بدي حدا يجرب يعمل لي تغيير جدي بالمدينه وبكره ايفنشلي تغيير جدي بالبلد وهذا اللي رح نطرحه بدنا نبقى ناخذ ابره اسمها 100 دولار او ابره اسمها زفت قدام البيت او ابره وبعدين نرجع نجوع ولا بدنا بديل جدي بيبني بلد انا خي بديك شغله ما بقى بدي روحي عند الزعماء قالهم وظفوا لي ابني طيب بس كمان ما بدك تنسى ما بدك تنسى مثل ما عم بتقول حضرتك اليوم في عهد في اليوم في التيار الوطني الحر تحديدا بالعهد تتحكم ناس لحظه يا اخي السلطه السياسيه بس اليوم التيار الوطني متى تتحكم الناس منا شحادين طيب بس اليوم كمان ما فينا ننكر انه في تيار عم يشتغل كمان على ملفات يعني مثل ما بيقولوا ما فيك تنكر حق انه التيار الوطني الحر اليوم بالسلطه بالملفات اللي عم بيعالجها اللي كمان هو كان عم بيقول طب ما انا ما كنت كل السلطه وانا ولا مره كان عندي يمكن اليوم هو فعلا جزء كبير من هذه السلطه وقادر بس عم بحط خطط طب اليوم لما بتلاقي بالعناوين عن في شيء لافت ببيان اللي صدر امبارح على اللقاء التشاوري، ايه اول مره ما بيشغلوا الناس باستراتيجيه دفاعيه وسلاح وامور اقليميه ودوليه وحياد وعناوين كثير كبيره اساسا ما بتعنيهم للبنانيين وما بتطعمي يعني للبنانيين ما بتشبع عندي سؤال لك، شي مره بحياتك مثلا حدا دعي لمؤتمر صحفي طلع ليقرا بيان قال نحن من خططنا انه نقطع الكهرباء نحن كثير حابين نكب زباله بالمي نحن اصلا رح مش عنا دبلكم ولا شغل من ورانا رح تتهجروا من لبنان شو بتقولي لي بالبيان قالوا شو بالبيان اكيد بيقولوا لا انا مشكلتي اليوم بالممارسه مش بالبيان لما أنا يستمعوا هلا اعطيني البيان طب ابصم لك عليه هات لنمضي بتمضوا على بيان شو قد ما بدك مستعدين تبصموا وثيقه بعض هن هيك بدهم يعني هن اصلا احنا لا بس هي جاي الوثيقه الاجتماعيه كهرباء طب هن مثلكم مع الاقرار اللامركزيه الاداريه في اقرب وقت بيقروها الدستور كمان ما جينا اجوا على خطه النفايات قلنا بدل ما تعملوا مطمر مركزي تكبوا كل زباله لبنان بساحل المتن وعلى كوستا برافا عملوا لامركزيه بالنفايات ليه ما عملوا؟ هن مشين لما على مركزية اختي انا بايد البيان فينا نعمل فينا ككل منطقه تعالج زبالتها فينا كل منطقه تشتغل على كهربتها هذا اسمه اللامركزيه الا اذا مش لا مركزيه يعني مش مركزيه تانية لا حاطين لا بالاول طب ما فيك تعمل انت مطمر مركزي تكب كل زباله الدنيا ببيروت وتقول لي انا مع اللامركزيه خبرافو مع اللامركزية كل منطقة تعالج نفايات هذا عن اللامركزية طب مساعدة القضاء في أدائه تحسينا لاستقلاليته وفعاليته أوكي وعم نسمع قضاة وعم نسمع سياسيين وعم نسمع صحفيين بفتكر الناس بتعرف أنهم جديين عم بيقولوا بتاريخ الجمهورية اللبنانية وهيدي على ذمة الراوي تما حدا قرر يدفع علي دعوة بعدين مش نحن عم نقول وشو عم نسمع بالإعلام إنه بتاريخ لبنان
ما صار تدخل بالقضاء قد هالفترة. أصلاً حروح معك أبعد بقصة الكهرباء. نحن قلنا وغيرنا هالأربعمائة زلمة قالوا يمكن في شبهات بصفقتنا. طلع وزير الداخلية أول شيء راح وزير الكهرباء عند وزير العدل يعني نحن بنحبه ونحترمه ونزله. خبروا الخبرية تشك علينا وعلى غيرنا قالوا هولي ما بيسوا عن الزعران وكذا كذا. بنفس الاجتماع طلع وزير العدل قال بما أنه كان في حملات تشهير تبين أنه كل هذه الحملات مش مزبوطة بالفرق جلسة يعني أوكي وهي كلها مغرضة يعني شك علينا أول وزير تاني وزير طلع الحكم خمس دقائق كأنه هو الشباب هذا إكزاكتلي بيجي تحت بند شو قالوا عنه شو هو اسمه القضاء مساعدة قضاء مساعدة نحن وصل ما ساعدوه عملوا شغلوا عنه نحن وصل ما تساعدوه ما تعذبوا قلبكم شكرا لك عضو المكتب السياسي في الكتائب سيرج داغر نحن نهاية الحدث ختام الحدث